هل أنكر الناس أمر الموت أم ألفوا؟ أم الرجال لهم من حزنهم حرفوا؟ رأيت زينب في أصفادها تقف تصيح يا من علينا دمعهم نزفوا، كفوا لسان المراثي إنها ترفوا. أم الرزايا عن الأحزان تنهاكم، فلتسمعوا فهي بالأحزان أولاكم. يا أمتي لا تخافوا من مراياكم، والله ما قتل المقتول لولاكم، فالآن أقبح ما تأتونه الأسف. تصيح زينب يا مولاي يا سندي يا والدي وابن أمي ثم يا ولدي، إن الحسين عراق حل في جسدي، إن العراق حسين آخر الأبد ودهره أموي ما له شرف. تصيح الحر مين اندب وناخاي، ومن حمل الجمل برك وناخاي، العراق حسين متجسد وناخي عراقي والدهر من آل أمية.